هو ايه اللي بيحصل في المجتمع يا جماعة؟ هي كل واحدة انفصلت تروح تشرب ممنوعات؟ هي ليه الناس المعروفة ما بيصدروش لنا غير الحاجة الوحشة اللي في حياتهم؟ في حاجات حلوة كتيرة في حياتهم ما بيقولولناش عليها ليه؟ ده حتى المتعاطي ده المفروض انه بيتكسف على دمه ويداري فترة لحد ما يتعالج، ولو حد سأل عليه يقولوا له مسافر ولا اي حاجة. تحداك الفترة الجاية هتلاقي نسبة متعاطين كتيرة جدا، كل واحدة انفصلت عن حبيبها وزوجها هتروح تتعاطى، ما هي القدوة بتاعتهم عملت كده فلازم يعملوا زيها كده. انا مش عارف راجل ايه ده اللي يخلي واحد غريب يخش على زوجته ويصورها بالروب او بقميص النوم باسمه فوتوغرافر. طب هو قبل كده؟ انت ازاي تقبلي كده؟ طب يا فوتوغرافر انت جالك الشجاعه دي منين عشان تعمل كده؟ حتى الممثل اللي كنا بنقول انه بيقدم محتوى هادف بعد ما زوجته صدرت لنا اسوأ ما عندها طلع لنا في فيلم كله ايحاءات. هو المجتمع بقى كده فعلا يا جماعه، ولا احنا عشان مغتربين مش شايفينه غير في السوشيال ميديا ومش شايفين غير الحاجات دي؟ لو في حاجات حلوه الناس ما بتطلعهاش ليه؟ فين الناس اللي عندها بالملايين ما بيطلعوش يورونا المجتمع الحلو ليه؟ فين الناس يا جماعه اللي كانت بتطلع تقول فتاوى ودروس في التلفزيون؟ الناس دي راحت فين واختفت فين؟ عارفين ده كله سببه ايه؟ قله التربيه والرجاله قلت من البيوت. لو شفت منظر وحش في الشارع تعرف ان البيت اللي طالع منه المنظر ده ما فيهوش راجل، ولو شفت المنظر ده من الراجل نفسه تعرف انه مترباش ومفيش تربيه. رب ابنك على صوت الشيخ رفعت الصبح قبل ما ينزل للمدرسه او الكتاب، رب ابنك على الكتاب والتعليم، رب ابنك على الدراسه، رب ابنك على الاخلاق عشان ما ترجعش تندم. اللي كانت طالعه تقول المؤذن بيجعر، شفت وصلنا لفين؟ ابراهيم لما طلع يتريق على القران، ايه رايك يا هيمه في الوضع الحالي؟ المذاعات اللي بيحرضوا الزوجات على خدمه ازواجهم، يا رب تكونوا مبسوطين. احنا محتاجين اعاده ضبط المصنع يا جماعه، احنا محتاجين نراجع نفسنا. ولو وصلت للنقطه دي في الفيديو سيبك من كل اللي فات وقوم اعمل كوبايه قهوه وريح دماغك وسيبك من اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل يعني؟